الرئيس السيسي يوجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع حادث كنيسة المنيرة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين. الرئيس السيسي يشدد على الوزراء الجدد بالتحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. وزارة الدفاع التايوانية تؤكد عبور 11 طائرة عسكرية صينية الخط المتوسط في تايوان الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة. وأضاف الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين. وتقدم الرئيس السيسي بخلص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها. هذا وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، وقدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة المنيرة بالجيزة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. هذا وقدم قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية التعزية في الضحايا. وأشار البابا تودروس إلى أنه يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث، لافتا إلى أنه على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بمحافظة الجيزة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين. تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم مجلس النواب بخالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية في ضحايا كنيسة المنيرة بالجيزة. وأعرب رئيس مجلس النواب عن خالص العزاء للشعب المصري وأسر المتوفين، داعين الله بالشفاء العاجل للمصابين. تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالأصالة عن نفسه وعن أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التعازي وصادق المواساة للبابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية ولأسر ضحايا حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة. وأكد رئيس مجلس الشيوخ أنه تابع بكل الأسى تطورات حادث الحريق، داعيا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وطنا وشعبا. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة. وتابع رئيس مجلس الوزراء جهود مختلفة للجهات في إطار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابي الحادث وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا والمصابين. هذا وقد تفقد رئيس مجلس الوزراء موقع الكنيسة، كما زار المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات، وأكد أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث الأليم. كما أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اتصالا هاتفيا بالبابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، قدم خلاله تعزيه في ضحايا الحادث المؤلم. وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال التأكيد على قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث وكذلك لأسر الضحايا وفق
وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. اعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن خالص التعازي وصادق المواساه للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومه والبرلمان والشعب المصري في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسه المنيره بمحافظه الجيزه. اكد العسومي على تضامن البرلمان العربي مع مصر في هذا الحادث الاليم، واكد على دعمه الكامل فيما تتخذه من اجراءات لاحتواء الازمه، داعيا المولى عز وجل ان يرحم الضحايا ويمن بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه. أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بالجيزة، وأوضح بيان للنائب العام أن فريق التحقيق انتقل على الفور لمعاينة الكنيسة وبدء إجراءات التحقيق، وستعلن النيابة العامة عن نتائجها كلما تسنى ذلك. ذكر بيان لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا في حوالي الساعة 9 صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة. أكد بيان الوزارة أن قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين ونقلهم للمستشفيات. وأضاف البيان أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية، كما أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أثبت أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالة الإصابة والوفيات. وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة أسر ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة، وتقرر صرف مبلغ 50,000 جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25,000 جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5,000 جنيه لكل حالة إصابة، إضافة إلى دعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهري للأسر التي
التي فقدت عائلها، كما تقرر صرف 50,000 جنيه أخرى لأسر الضحايا من قبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية. هذا وقد انتقل محافظ الجيزة أحمد راشد لموقع الحريق الذي نشب بكنيسة المنيرة بالجيزة لمتابعة أعمال نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأكد راشد أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف ولتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والاطمئنان عليهم حتى تمام الشفاء. وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة لأسر المتوفين والمصابين. أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات في حادث حريق كنيسة المنيرة بالجيزة بلغ 41 وفاة بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا. وأكدت الصحة أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحادث بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفى باب العام والعجوزة. وأشارت الوزارة إلى رفع عدد الحالات الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرة إلى توفر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة. هذا وقد اجتمع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء الجدد عقب أدائهم لليمين الدستورية. وخلال الاجتماع شدد الرئيس على الوزراء الجدد بالتحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2022 قرر يعين كل من السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد اللواء هشام عبد الغني أمنة وزيرا للتنمية المحلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الفريق محمد عباس حلمي وزيراً للطيران المدني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. توفيق. السيد الدكتور محمد أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور رضا السيد حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدتي وسلامة أراضيه. السيد اللواء محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة سهى سمير ناشد وزير دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني وزيرا للثقافة. أقسم
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. توفيق إن شاء الله. السيد الدكتور هاني عاطف سويلم وزيرا للموارد المائية والري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أنعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيد المهندس محمود مصطفى كمال وزيرا لقطاع الأعمال العام. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيد المهندس أحمد سمير صالح وزيرا للتجارة والصناعة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد حسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية. وقد شدد السيد الرئيس على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. إذن مشاهدينا الكرام، عودة لمتابعة حدث كنيسة أبو سيفين بالجيزة، ومعنا الأستاذ محمود عبد الراضي مسؤول ملف الداخلية في اليوم السابع. أهلا بك معنا أستاذ محمود. بالتأكيد نسأل عن تفاصيل المتابعة الأمنية لحادث الكنيسة، تفضل. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني في حادث مؤسف شهدته منطقه امبابه في محافظه الجيزه، للاسف لحد الان عندنا حوالي 55 ضحيه، ما بينهم 41 حاله وفاه وحوالي 14 حاله اصابه. الحمد لله بعض حالات الاصابه يعني بدات تتلقى الاسعافات الاوليه وتخرج من المستشفى. التحقيقات والتحريات المبدئيه بتفيد ان يعني ماس كهربائي وخلل كهربائي ادى الى بعض خروج بعض النيران في الطابق الثاني للكنيسه، وده اللي خلى النيران تمتد، وده كان الساعه 9 الا 3 دقائق، ومن ثم بدات النيران تمتد الى باقي المباني المجاوره. للاسف الادخنه المتصاعده بشكل كثيف ساهمت للاسف في وجود عدد كبير من الاختناقات، عشان كده وصل عندنا حوالي 41 مصاب. يعني رغم قساوه المشهد والمشهد القاسي والصعب، الا ان كان في مشهد انساني ومشهد ينم على جدعنه رجال الشرطه واستبسالهم في الدفاع عن ابناء الشعب المصري. هو يعني واحنا بنشوف رجال الحمايه المدنيه هم بيحملوا الاطفال على ايديهم لاستخراجهم من اسفل النيران، ويعني يحملوا العالقين خلف النيران في مشاهد انسانيه. كمان الاهالي في منطقه امبابه ساعدوا المسعفين في نقل الضحايا الى المستشفيات القريبه من مكان الحادث، وما يمكن اللي ساهم بشكل كبير في تقليل عدد المصابين. يعني لولا وصول رجال الحمايه المدنيه المبكره والاسعاف يمكن للاسف كنا نشوف عدد كبير من الضحايا، لكن الحمد لله وصولهم المبكر ادى الى يعني انقاذ ما يمكن انقاذه قبل ان تتفاقم الامور. في مشاهد لافتة أستاذ محمود، ربما تحدثت عن جزء منها، عن أبطال الحماية المدنية الذين يعني قدموا بطولات في هذا الحادث كعادتهم بالطبع، أيضا رجال الإطفاء قدموا ملحمة إنسانية وسط النيران. يعني في تضافر كل الجهود لمحاولة إنقاذ
المصابين في هذا الحادث. حدثني أكثر عن هذه المتابعة وهذه التفاصيل. يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني وجود رجال الحماية المدنية مبكرا، وجود الإسعاف مبكرا، حرص رجال الحماية المدنية على التواصل واقتحام النيران رغم ان النهار النيران كانت ملتهبة والسنة النيران مرتفعة لعدة امتار، الا ان حرصهم على انقاذ الضحايا خاصة من الاطفال دي كانت مشاهد تصدرت الحادث اليوم، والحمد لله تم انقاذ عدد كبير من الضحايا بفضل جهود رجال الحماية المدنية المكثف، وبفضل تحركهم السريع، وبفضل استبسالهم في الدفاع والزود عن الأطفال وعن العالقين خلف النيران. نعم، وربما يعني وجود رجال الحماية المدنية بشكل عاجل وفوري عقب اندلاع النيران ساعد في تقليص عدد المصابين في هذا الحادث. أشكرك شكرا جزيلا محمود عبد الراضي مسؤول ملف الداخلية في اليوم السابع. نذهب الآن إلى تصريحات لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في أعقاب تفقده موقع الحريق بكنيسة أبو سيفين بالجيزة. الشعب المصري كله بصفة عامة ولأسر الضحايا بصفة خاصة على هذا الحادث الأليم اللي حصل النهاردة صباحا في كنيسة أبو سيفين في منطقة أرض مطار إمبابة في محافظة الجيزة. والحقيقة يمكن الحادث الأليم ده نتج عن حريق حصل في مبنى الكنيسة نفسه، ومن أول لحظة الحقيقة الدولة كلها بكل أجهزتها تحركت بصورة فورية. الحقيقة وزارة الداخلية من خلال إدارة الحماية المدنية اتحركت، وطبعا الشرطة كلها وكله تأمين الموقع، وكل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه قبل ما يتفاقم، لأن طبعا هو في منطقة شعبية والمنطقة كلها مكتظة بالسكان، ويمكن عدد من يعني أفراد الحماية المدنية نفسهم أصيبوا في الحادث وموجودين في المستشفى وشفتهم. في نفس الوقت المحافظة طبعا اتحركت، سيادة المحافظ كان موجود، الإسعاف، وزارة الصحة، كله الحقيقة اتحرك كان موجود عشان بصورة فورية لنقل طبعا الضحايا والمصابين للمستشفيات علشان يتلقوا كل الرعاية للمصابين طبعا، وعلشان يعني ننقل جثامين الضحايا. الحقيقة يمكن فخامة الرئيس من أول لحظة بمجرد علمنا بالحادث الأليم كان توجيهه للحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية لطبعا دعم أسر الضحايا، وأيضا الاعتناء وتقديم أقصى رعاية طبية للمصابين، ويعني توجيه سيادته اتحركنا فورا، يعني أنا ومعالي وزير الصحة ومعالي وزير التنمية المحلية ومعالي وزيرة التضامن ومعانا طبعا السيد محافظ الجيزة، نزلنا على الموقع الخاص بالكنيسة عشان نتفقد طبعا أسباب الحريق، وشفنا طبعا يعني طبيعة المبنى نفسه، ويمكن طبعا فريق النيابة العامة برئاسة النيابة نفسه متواجدين أيضا في الموقع يعني طبعا للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية. ولكن في نفس الوقت ويمكن أنا يعني جات لي فرصة أن أنا أقابل أيضا طبعا الأساقفة المعنيين بإدارة الكنيسة وقدمت لهم واجب العزاء، ويمكن فخامة الرئيس طبعا يعني كان مكلفني ان انا اوجه خالص العزاء ل يعني اهالي الضحايا والمصابين طبعا، ان احنا بنقول لهم احنا معاكم في هذه المرحله. يمكن مع معالي وزيره التضامن قررنا فورا يعني صرف مبلغ 100,000 للضحايا، لكل ضحيه طبعا هتصرف بصوره فوريه لاسر الضحايا، بالاضافه طبعا لمبلغ برضو يعني على حسب درجه الاصابه سيصل الى 20,000 جنيه للمصابين. ده بالإضافة لتقديم أوجه رعاية كثيرة جدا هتقدم للضحايا ولأسر الضحايا والمصابين في المرحلة القادمة من خلال العديد من الدعم العيني اللي هيتم في هذا الموضوع. فطبعا هي مرة أخرى هو حادث أليم، ويعني نسأل الله طبعا أن يعني يغفر للضحايا ويعني ويتقبلهم في جناته، وكل التعازي لأسرهم وكل الدعم لأسر المصابين والمصابين نفسهم. احنا طبعا على طول بتأكد ان هم بيتلقوا افضل رعاية طبية، ومش هنسيبهم ان شاء الله لغاية لما يتم التعافي بإذن الله. شكرا لحضرتك.
إذا مشاهدينا الكرام تابعنا مع حضراتكم تصريحات لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في أعقاب تفقده لموقع الحريق بكنيسة أبو سيفين بالجيزة، حيث توجه بخالص العزاء للأهالي المتوفين وطبعا التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وبالتأكيد وجه بعدد من التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المتابعة الفورية لهذا الحادث، وذكر كيف تعاملت الدولة مع هذا الحادث فور وقوعه وحدوثه في تعامل متوازن ما بين الإسعاف ووزارة الصحة ورجال الإطفاء ورجال الحماية المدنية واتخاذ الإجراءات الفورية لدعم أسر الضحايا. كل هذه الفئات تضافرت الجهود من خلالها لإنقاذ المصابين، وبالتأكيد التعامل الفوري مع هذا الحادث والمتابعة الفورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 124 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 20 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 104 أطنان. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 732 قضية، من بينهم 186 قضية خبز ناقص الوزن و162 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 15 طن أقمح محلية. ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن 11 طائرة عسكرية صينية عبرت الخط المتوسط في تايوان أو دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي اليوم. وكانت الدفاع التايوانية قد رصدت أمس عبور 13 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية للخط الفاصل في مضيق تايوان، في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها. وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان في إطار زيارة تستغرق يومين لاجتماع مع كبار مسؤولين في تايوان. وأوضح بيان للسفارة الأمريكية في تايوان أن الاجتماع يأتي في إطار جولة أوسع لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، مضيفة أن المسؤولين سيناقشون قضايا من بينها العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وسلاسل التوريد العالمية. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعلنت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا أن قوات الجيش تواصل التصدي للهجمات التي تشنها القوات الروسية في المنطقة، ونجحت في تدمير 5 وحدات من المعدات الروسية إضافة إلى مستودعين للذخيرة. وأوضحت وكالة أنباء يوكرين فوم الأوكرانية أن الروس قصفوا الحدود الإدارية لمنطقة خيرسون مستخدمين مدفعية، وأصابت القذائف أرضية الزراعة ولم يسجل وقوع إصابات. وأضاف أن الطيران للجيش الأوكراني نفذ غارتين على معاقل القوات الروسية في منطقة باشتاكانا، بينما قضت وحدات الصواريخ والمدفعية على 15 من الجنود الروس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القصف الأوكراني المتواصل والمنتظم على محطة
كاخوفسكي الكهرومائية تسبب بإيقاف لعمل 3 توربينات بالمحطة من أصل 6 توربينات. وأوضحت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت المحطة براجمات صواريخ أمريكية هيمارس، مما تسبب في جعل المحطة تعمل في وضع ما قبل الطوارئ. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الاضطرابات في أنظمة توليد الطاقة وتصريف المياه قد تؤدي إلى تعطيل تشغيل نظام الطاقة المترابط وتؤثر سلبا على تبريد مفاعلات محطة زاباروجيا النووية. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حرفت أقواله حول زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا النووية. وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إن الصحيفة نسبت له بيان حول عدم إمكانية زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى المحطة، مشيرا إلى أنه قال إن زيارة غروسي من المحتمل أن تجرى في نهاية أغسطس الحالي أو بداية سبتمبر المقبل. فيما جاء مقال للصحيفة البريطانية تحت عنوان روسيا ترفض الدعوات للسماح بالوصول إلى محطة الطاقة النووية الأوكرانية. ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أن أولوية روسيا خلال الأسبوع الماضي كانت على الأرجح إعادة توجيه الوحدات لتعزيز حملاتها في جنوب أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها الاستخباراتية اليوم أن القتال العنيف ركز على قرية بيسكي بالقرب من موقع مطار دونيتسك. وكانت القيادة العسكرية الأوكرانية قد أكدت على استمرار القتال في بيسكي، وهي قرية بشرق البلاد قالت روسيا في وقت سابق إنها تسيطر عليها بالكامل. قال مسؤول في الأمم المتحدة إن السفينة MV بريف كوماندر التي استأجرتها الأمم المتحدة ستغادر أوكرانيا متجهة إلى إفريقيا بعد أن تنتهي من تحميل أكثر من 23 ألف طن من القمح في ميناء بفيدين الأوكرانية. هذا وستبحر السفينة التي وصلت إلى الميناء القريب من أوديسا في الأيام المقبلة، وستكون هذه أول شحنة مساعدات غذائية إنسانية تتجه إلى إفريقيا منذ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير في إطار مبادرة لحبوب البحر الأسود. شهدت الشركات الصينية التي تقوم بإنتاج أكثر من نصف الفحم في العالم أرباحا في النصف الأول من 2022 تزيد عن الضعف لتصل إلى 80 مليار دولار وفقا لوكالة بلومبرج. هذا وأعلنت شركة جيلينكور العملاقة للسلع الأساسية أن أرباحها الأساسية من وحدة الفحم الخاصة بها ارتفعت بنسبة 900% تقريبا لتصل إلى 8 مليارات و900 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري. المزيد في التقرير نتابع. على الرغم من الأزمة المناخية التي يعيشها العالم مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأنهار، أصبح العالم أكثر اعتمادا على الفحم الوقود الأكثر تلويثا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية. شركة جلينكور العملاقة للسلع الأساسية أعلنت أن أرباحها الأساسية من وحدة الفحم الخاصة بها ارتفعت بنسبة 900% تقريبا لتصل إلى 8 مليارات و900 مليون دولار، وذلك في
في النصف الأول من العام الجاري، كما تضاعفت أرباح شركة كول أنديا التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الفحم عالميا 3 مرات تقريبا لتصل أيضا إلى رقم قياسي. كذلك شهدت الشركات الصينية التي تنتج أكثر من نصف الفحم في العالم أرباحا في النصف الأول تزيد عن الضعف لتصل إلى 80 مليار دولار وفقا لوكالة بلومبيرج. وإذا كانت هذه الأرباح الضخمة تدر عوائد كبيرة على المستثمرين، فإنها ستجعل من الصعب على العالم التخلص من الفحم للحصول على الوقود، حيث يعمل المنتجون على تعزيز الاستثمار في مناجم جديدة نظرا لشدة الإقبال عليه كمصدر للطاقة. وعلى الرغم من الانتشار الهائل للطاقة المتجددة مؤخرا، فلا يزال حرق الفحم هو الطريقة المفضلة في العالم لتوليد الطاقة، حيث يمثل 35% من إجمالي الكهرباء. نجدد التحية على حضراتكم. أكد البنك المركزي الروسي أن الاقتصاد الروسي ينكمش بنسبة تتراوح بين 4% و6% هذا العام. وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أن هذا الانكماش سيتراجع بنسبة 1% عام 2023 قبل أن يعود إلى النمو الإيجابي عام 2024. دعا رئيس جهاز تنظيم شبكة الطاقة الألمانية كلاوس مولر الحكومة الألمانية إلى خفض استخدام الغاز في عموم البلاد بمقدار 20%. وأضاف مولر أنه في حال الفشل في تحقيق هذا الهدف ستكون البلاد أمام خطر جسيم يتمثل في عدم توفير كميات كافية من الغاز في الشتاء المقبل. كما كشف المسؤول الألماني عن حاجة برلين أيضا إلى نحو 10 جيجاوات من إمدادات الغاز الإضافية من مصادر أخرى لتعويض الكميات المفقودة من روسيا، وذلك نتيجة لفرض العقوبات. قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة بالمستشفيات التي يتلقون العلاج بها. وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم من أبناء الشعب المصري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله.
الله يستر امين. الف سلامه الف سلامه ومشكوره طبعا يعني على تعبك والله. الف سلامه الف سلامه. ان شاء الله كويسه لسه في مصر دلوقتي ابتدت تتحسن يعني برضه مثال ده يعني بتاع عشان في ضيق بس بقينا نكلم الاسر عشان في امهات مش عارفه اولادها فين ونقول لهم خبر. الحمد لله الحمد لله ربنا يطمن عليكي وعليكم ان شاء الله. أعلنت محافظة سوهاج عن الانتهاء من مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الجازازرة بمركز المراغة إحدى القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال مشرف عام المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية المراغة أحمد أبو همام إن المشروع لم يستغرق تنفيذه سوى 6 أشهر ويخدم القرية وتوابعها. المشروع ده تم إنجازه في 6 شهور، بدأ من 15/12/2021. والمشروع ده متكون من 3 طوابق على مساحة 2500 متر، مساحة الإجمالية مساحة المبنى 1400 متر تقريبا. المشروع ده بيخدم الطب الأسرة الشامل بقرى الجزازرة والنجوع التابعة ليها. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 3 قوافل طبية بمحافظات الإسكندرية وأسوان والوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تستمر القوافل اليوم وغدا وتغطي عددا من قرى المحافظات 3 وتضم عدة تخصصات من بينها النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والطفل والبطن والرمد والقلب وخدمات الأشعة والتحاليل. تواصل القافلة الطبية بقرية مسارة بمركز منفلوط بأسيوط أعمالها لليوم الثاني على التوالي ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا. وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على نحو 2000 مواطن في 10 تخصصات طبية خلال يومين، كما أصدرت عددا من قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين. القوافل الطبية دي احنا بنخدم في المناطق النائية، عبارة عن مستشفى متنقل فيها كل التخصصات من بطنة وأطفال وجراحة، عندنا معمل طفيليات ومعمل الدم، عندنا أشعة، عندنا خدمة تنظيم الأسرة وخدمة وخدمة الأسنان. كل الحاجات دي احنا عندنا بندخلها عندنا في برنامج، عندنا برنامج التسجيل الطبي ده بندخل فيه كل البيانات اللي في التذكرة عشان نعمل إحصائيات بتاعتنا، بالإضافة ان احنا عندنا صيدلية. الصيدلية دي فيها تقريبا النهارده تقريبا احنا عندنا 72 نوع من انواع الادويه المختلفه، من مضادات حيويه، فيتامينات، مسكنات، لكل التخصصات، يعني الادويه لكل التخصصات. أتقدم بخالص العزاء في ضحايا حادث حريق كنيسة إمبابة، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنية بالشفاء لجميع المصابين. كانت هذه مشاهدينا الكرام تويتة للسيدة انتصار السيسي عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.
تقدم حزب حماة الوطن بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحريق الذي وقع بكنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة. وفي بيان له أعرب حزب حماة الوطن عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مثمنا جهود الدولة المخلصة وسرعة تدخلها لتقليل الآثار الناجمة عن الحادث. في إطار دعم الدولة للصناعة الوطنية، تم افتتاح معرض تعاونيات غزل المحلة ومطروح للمفروشات والملابس، وذلك بمحافظة مطروح. يضم المعرض المشغولات والمنسوجات المصنعة بمصانع غزل المحلة من المفروشات والمنسوجات القطنية ومن غيرها بتخفيضات تصل إلى 10% على جميع المعروضات لمدة أسبوع، مع استمرار المعرض طوال العام. من خلال يعني اهتمام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومطالبهم، احنا النهارده بنحتفل بافتتاح معرض لمنتجاتنا القطنية المصرية الخالصة بجميع أنواعها لأبنائنا وبناتنا وزائري مدينة مرسى مطروح. ده معرض قوي يعني فيه جميع المنتجات وحاجة يعني إن شاء الله تكون مريحة وبأسعار مناسبة. والنهارده بمناسبة احنا افتتحنا هذا المعرض، يعني يمكن أصحاب المعرض يعني عملوا تخفيض بنسبة 10% لمدة الأسبوع لجميع الموجودين داخل مدينة مرسى مطروح. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية من جلسات الأسبوع بتباين مؤشراتها، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى يزيد عن 673 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وارتفاع مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا، إلى عناوينها. الرئيس السيسي يوجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع حادث كنيسة المنيرة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين. الرئيس السيسي يشدد على الوزراء الجدد بالتحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. وزارة الدفاع التايوانية تؤكد عبور 11 طائرة عسكرية صينية الخط المتوسط في تايوان. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. في أمان الله.